السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله موضوع المحاضرة بتاعتنا عن الإبيديورال أنالجيزيا فور بينلس ليبر. For most women, labor analgesia doesn't mean complete absence of sensation. في حاجات بتساعد معانا في الـ decrease الليبر بين أو بتعمل ليبر أنالجيزيا، زي مثلا الأكوبانكتشر، immersion in water, warm water pass, التنس, السايكيك سبورت، والإديوكيشنال اباوت انتينيتال بيرس انتينيتال إديوكيشن. كل ده بيساعد معايا رغم ان الفيكس بتاعه ان هو يديكريز البين سكور ويك، بس اوف ليتل هيلب. الموست كومنلي يوزد انالجيزيا during labor and delivery الانهاليشنال زي الانتينوكس اللي هي النيتريك اوكسيد، ذا موست ده الموست كومن يوزد انهاليشنال ايجنت. الاوبيويد البيسيدين هو وورلد وايد بوبولار اوبيويد، ريمينز وان اوف ذا موست بوبولار اوبيويد فور ليبر انالجيزي. السنترال نيورو اكزيال بلوك زي السباينال والابديورال كومبايند سباينال ابديورال وابديورال انالجيزيا، ده موضوعنا النهارده. الابديورال انالجيزيا في الليبر اند ليفر. Epidural analgesia for labor can provide effective analgesia in over 85% of women. The uterine pain transmitted with sensory fiber accompanies sympathetic supply من T10 لمبر 1. The vaginal pain transmitted عن طريق the pudendal nerve من sacral 2 ل sacral 4 nerve root. عشان كده the effective epidural analgesia أو عشان الإبيديورال بلوك يبقى افكتيف تو ديكريز الليبر بين، لازم تو كفر شوت كفر نيرف روت من تي 10 لساكرال 5 نيرف روت ويز مينيمال موتور بلوك اوف لور ليم. ممكن الباراسيلفايكل والبيدندال نيرف بلوك كان بلوك البين فور ليبر، بس السنترال نيورو اكزيال بلوك تكنيك ار مور افكتيف ولارجلي لارجلي ريبليس ذيم. طب ايه الفسيولوجيكال والسايكولوجيكال بينفيت اوف ابيديورال انالجيزي؟ As well as minimize the sensory component of labor, it confer a number of benefit to both mother and fetus. الابيديورال بلوك بتعمل ليميت للرايز في الكاردياك اوتبوت والسيستميك فاسكولار ريزيستنت اللي بتبقى accompanied او associated with increased circulatory catecholamine نتيجه اليوتراين كونتراكشن والسيرفايكال دايلاتيشن. وده اوف بارتيكولار امبورتنت خصوصا لل هاي ريسك بارتيورنت او البارتيورنت ويز مالتيبل كوموربيديتيز زي الكاردياك او الهايبرتنسيف البري اكلامسيا. كل ده مهم جدا ان انا اقلل الكاتيكولامين ريليز عشان امنع الريليز او الرايز في الكاردياك اوت بوت وانكريز السيستميك فاسكولار ريزيستنس. الاكسجين كونسامشن اللي بيبقى موجود اسوشيتد مع البين والماتيرنال كان بي ديكريز مع الماتيرنال ايفورت وقت delivery can be decreased by effective epidural block. كمان الابيديورال بيعمل لي بيحسن الانترفيلس بلاد فلو، فيعمل انهانس او مينيمال الماتيرنال والفيتال اسيدوز عن طريق انه بيعمل ارتيريولار فازو دايلاتيشن، وكمان بيخلي اليوترين كونتراكشن become more coordinated and less free. طب ايه الايفكت بتاع الابيديورال انالجيزيا على الليبر والدليفري؟ الابيديورال انالجيزيا اتهمت بحاجات كتيره جدا منها انها بتزود الريسك بتاع السيزيريان سيكشن. فالابيديورال انالجيزيا doesn't increase the likelihood of cesarean section، لكن associated في association between الابيديورال انالجيزيا وان يحصل prolongation للفيرست والسكند ستيج اوف ليبر، الاوجمنتيشن اوف ليبر او النيد فور انسترومنتال ديليفري. وبرده في little evidence suggest ان الابيديورال انالجيسيا is a sole causative factor للحاجات دي. تمام، الابيديورال انالجيسيا ما بتسببش long term back pain ولا post partum back ache. تمام، كل اللي ممكن تعمله لي ان يبقى في ايكموزس باك بين لمده من 24 ل 48 اور، مش اكتر من كده بسبب الانسرشن بتاع النيدل، وخصوصا لو خدنا مالتيبل ترايل. تمام، انما ما بتعملش لونج تيرم باك بين ولا بتاثر على الغضروف ولا بتاثر على الظهر والكلام
ناس عندها كونسبت ان الابيديورال بتعمل كده. الابيديورال انالجيزيا ممكن تعمل لي رايز ان ماتيرنال تمبريتشر افتر ابيديورال انالجيزيا فور ليبر. ومهم جدا ان انا افرق بين الرايز بتاع الماتيرنال تمبريتشر نتيجه الابيديورال او ان ده انفكشن عشان بريفنت الانسيسري يوز اوف انتي بايوتيك. الميكانيزم بتاعها في انها تعمل رايزنج للتمبريتشر unknown. اللي ممكن to be due to maternal thermo alteration, maternal thermo regulation. تمام. ومهم افرق بين ان انا حصل increase the maternal temperature نتيجة الابيديورال ولا ده في infection عشان ما استخدمش المس يوز بتاع الانتيبيوتيك زي ما قلت. طب ايه الانديكيشن بتاع الابيديورال انالجيزيا؟ اهم حاجة، اهم indication فيها الماتيرنال ريكويست. In early labor less than 3 centimeter cervical dilatation, epidural can be safely cited if delivery is expected in the next 24 hours. يعني مش عشان اقل من 3 سم، لا، ما ممكن لو انا expected delivery within next 24 hours. في برضه كونسبت خاطئ ان ما دام البيشنت fully dilated cervix او فوق ال 6 سم ممنوع اركب epidural لو مالتي. لا، fully dilated cervix is not a contraindication to site an epidural unless delivery is imminent. يعني ما ركبهاش والبيشنت fully dilated لو اكسبت ان انا هتولد حالا او بعد خلاص يعني within minutes هتولد. فلازم اعمل counseling للبيشنت اقول لها ان هي يعني هو مش كونترا انديكيشن ان احنا نركبها، بس ممكن تتعرضي للريسك بتاعها ومش هتاخدي بنفيت، مش هتلحقي تاخدي بنفيت منها، واكوردنج تو البيشنت ديزاين. تمام. الابيديورال بستخدمها لو انا هحتاج اوجمنتيشن اوف ليبر، ان انا استخدم اوكسيتوسين انفيوجن، لان الاوكسيتوسين بيخلي اليوتراين كونتراكشن بينفول وفورسفول. فالابيديورال انالجيزيا بتد هيلب تو ايد كومبلاينس في اليوتراين كونتراكشن زي ما قلنا قبل كده. بستخدم ابيدورال انالجيزيا في الهايبرتنسيف ديسيز، الكاردياك وريسبيراتوري ديسيز زي البري اكلامسيا. مهم جدا السمباثيك بلوك مي ايد البلاد بريشر كنترول في حالات البري اكلامسيا، بس اخلي بالي بري اكلامسيا ما يكونش عندها كوأجلوباسي ولا ثرومبوسايتوبينيا ديفكت في البليت. تمام. اقدر اركب لها ابيدورال. ان افكتيف ابيديورال مينيمايز زي ما قلنا انكريز الكاردياك اوت بوت والرايز في المينيت فنتيليشن اسوشيتد وذ الليبر اند ديليفري. ان افكتيف ابيديورال مهمه جدا انها افويد الهازر اوف جنرال انستيزيا اف سيزيريان سكشن از ريكوايرد. في حالات الموربيد اوبيز ابيديورال شود بي ريكومندد ايرلي ان ليبر از ان افكتيف بلوك اند مي مينيمايز ذا نيد فور جنرال انستيزيا in the event of لو احتاجنا emergency CS. لو في عندي prediction of difficult airway او difficult intubation او في عندي history past history لاي significant general anesthesia problem زي malignant hyperthermia, succinylcholine, apnea, anaphylaxis، كل ده عشان ما احتاجش ان انا ادي جي اي ويحصل complication، ممكن اركب epidural analgesia. في حالات السيريبروفاسكولار ديسيز البوكينج والستريننج هتعمل رايز الانتراكرينيال بريشر، فده هارمفول في حالات السيريبرال انيوريزم والاي في مال فورميشن واذر انتراكرينيال ديسيز. المالتيبل بريجنانسي والبريتش بريزنتيشن بدي ابيديورال عشان فاسيليتيت واسيست او الاوبرتيف ديليفري عشان اساعد في ان انا استخدم انسترومنتيشن. تمام كده قلنا الانديكيشن. طب ايه هي الكونترا انديكيشن بتاع الابيديورال؟ ان انا حالات اقول لها لا مش هقدر اركب لك ابيديورال. في ابسولوت كونترا انديكيشن وريلاتيف كونترا انديكيشن. لحظه معلش. الابسولوت كونترا انديكيشن اهمها الماتيرنال ريفيوزال. لو البيشنت نفسها رفضت وانت ركبت لها وحصل كومبليكيشن، انت تو بي ميديكال ليجال بليمد، انت ليه ركبت والبيشنت اصلا رافضه التكنيك ده؟ فلازم البيشنت اجريمنت، يبقى البيشنت ريفيوزال وان اوف ذا كونترا انديكيشن. او في الرجي لللوكال اناستيك، او عندي لوكال انفكشن مكان السايت اوف انسرشن، او سيفير سيستميك سيبسس، كل دي ابسوليوت كونترا انديكيشن. كمان الان كنترول هايبوفوليميا او الان كنترول هيمرج او انكريز ان كنترول انكريز انتراكرينيال بريشر. لو عندي كواجلوباسي، في حالات
اقدر اقول الريسك بينفيت بتاعها ايه، يعني على حسب الريسك بتاعي. يعني الحالات السيفير بري اكلامسيا وفيها مايلد بليتلت ديفكت، يعني البليتلت اقل من 75 الف شويه، يعني اشوف الريسك بينفيت، الريسك ايه اللي هتتعرض له قصاد البينفيت اللي هتدخل هتاخده لو ركبنا ابيديورال. هل اديها بنيدل صغيره والموست افكتيف او الموست كواليفايد انستيزيا اللي يديها، ولا لا الجي اي هيبقى افضل على حسب الريسك بينفيت. والسباينال انالجيزيا بروبرلي سيفر ذان ابيديورال انالجيزيا. وجنرال رول كده، لو البليتلت كاونت فوق ال 75000 ويز نورمال كواجليشن سكريننج از كونسيدر سيف ان انا ادي ابيديورال، اللي هي ايه بقيه الكواجليشن بروفايل بي تي والبي تي تي والاي ان ار والبليدنج تايم، كل دول نورمال مع البليتلت كاونت فوق ال 75 وبقيه السي بي سي الوايت بلاد سيلز مش عاليه، يعني ما فيش انفلاميشن ولا في انفكشن، اقدر اركب الابيديور، ابقى سيف ان انا اركب الابيديور. بس مهم جدا وانا بشوف التست الكواجليشن والبليتلت كاونت وزن انها تبقى وزن 6 اور اوف ذا بروسيدر. ليه؟ لان انا في حالات السيفير بري اكلامسيا الترند بتاع الفولنج بتاع البليتلت بيبقى عالي جدا، ممكن وزن اور الاقي البليتلت كاونت يتغير. فمهم جدا في حالات السيفير بري اكلامسيا لا ما اخليهاش وزن 6 اور، اشوف الترند بتاع الفولنج بتاع البليتلت ايه واخر بليتلت قبل الانسرشن على طول. تمام؟ يبقى تقريبا وزن 1 اور من الانسرشن. ده الابسوليوت كونترا انديكيشن. طب الريلاتيف كونترا انديكيشن بتاع الابيديورال انالجيزيا ايه؟ اكسبكتيشن اوف سيجنيفيكانت هيمرج، ان تريتد سيستميك انفكشن، سيفير سبيسيفيك كاردياك ديسيز زي سيفير فالف ستينوزس، اسنمنجر سيندروم، بيري بارتون كارديومايوبسي. لو في بريفيوس باك سيرجري وذ سكارنج اوف ذا ابيديورال سبيس، ده مش ابسوليوت كونترا انديكيشن، هي ريلاتيف كونترا انديكيشن. ليه؟ لان بكل بساطه هيبقى فيه سكارنج وفايبرس تيشو هيخليني في ديفيكالتي ان بليسمنت في الابيديورال نيدل وكاستر، هيعمل لي انكريز ريسك اوف ديورال بانكتشر وماي ريديوس الانالجيزيك افكت. بس في البريفيوس باك سيرجري الانتراسيكال تكنيك وود بي اكسبكتد تو ورك نور. تمام كده، دي الكونترا انديكيشن. طب تعالوا بقى نبدا الابيديورال انالجيزيا بروسيدور بتاعنا. عشان ابدا التكنيك بتاعي لازم 3 بيز، preparation, positioning والبروسيدور نفسه. تعالوا بقى نتكلم عن كل حاجة باستفاضة كده، وده بقى الأهم. هنبدأ بقى الحاجات المهمة اللي نركز فيها. أهم حاجة البريباريشن، إن أنا أعمل هيستوري، أخد كومبليت هيستوري examination and investigation، review اللابوراتوري ريزلت وكمبليت anesthesia evaluation، أعمل كومبليت anesthesia evaluation. لازم أخد هيستوري من العيانة كويس جدا، هيستوري للكونترا انديكيشن اللي احنا قلناها في اي ديسيز يمنع الانسرشن بتاع، هيستوري ان بريفيوس كومبليكيشن حصلت منها في باك سيرجري عاملاها تمنعني اركبها، يبقى اشوف الهيستوري بتاع الكونترا انديكيشن بتاعها واعمل فول اكزامينيشن فريم هيت تو اكزامينيشن للاير واي، مهم جدا عشان لو احتاجنا ندخل سيزيريان ونقلب جي اي اكزامينيشن للفروم هيد تو زي ما بقول للباك، اكزامينيشن للسايد بتاع الانسرشن بتاعي في الباك. مهم اعمل فول اسسمنت للبيشنت، اخد هيستوري هل هي ركبتها قبل كده، حصل منها كومبليكيشن، الاورينتيشن بتاعها للانالجيزيا بتاع الدليفري والاكسبكتيشن بتاعها ايه، وبص على الانفستيجيشن، هبص على البيت السي بي سي الوايت بلاد سيلز والبليتلت كاونت، هبص على البي تي بي تي تي الاي ان ار البليدنج تايم، كل الكواجليشن فول كواجليشن بروفايل، احط اي في لاين واحط المونيتورنج بتاعي، ابلاي ماتيرنال مونيتورنج وفيتال هارت مونيتورنج سي تي جي احطه. ان ادفانسد ماتيريال ماتيرنال موربيديتي ممكن احتاج انفيزيف مونيتورنج معايا. لازم اكسبلين البروسيدور تو ذا بيشنت، مهم الحته دي جدا، ان انا البيشنت اقلل سقف التوقعات بتاعها. البيشنت بتبقى يعني سقف توقعات عالي جدا، ان انا خلاص انا هعمل بينلس ليبر، انا خلاص انا مش حاسه بالهواء ولا حاسه بالتاتش ولا حاسه
بمغصه بسيطه ولا كلام من ده، لا لازم اكسبلين البروسيدور، اقول لها الريسك والبينيفيت والبوتنشال هازارد اللي ممكن تحصل منه، واعمل لها ري اشورنس. ولازم اعرف الاول هي اكسبكت ايه من الانالجيزيا بتاع الليبر، يعني هل كومبليت ابسنس اوف بين، واعرفها ان احنا مش بنعمل كومبليت ابسنس اوف بين، احنا بنسيب مايلد بين بسيط قوي زي كوليك بسيط جدا، زي يعني انا بقول لهم كده بيبقى في الاخر زي مخصب بتاع البيريود كده بسيط قوي نقدر نستحملها، بحيث ان احنا نمشي في الليبر نبقى سيف مرتاحين، في نفس الوقت ما نعرضش نفسنا لكومبليكيشن او ما نعملش برولونجيشن للليبر ونعمل اوبستراكشن للليبر. رجلين هتبقى بتتحرك عادي، ممكن شويه هيفنس في او ويكنس في الليب، بس مش بنمنع الموتور بلوك عشان ما يحصلش كومبليكيشن في الليب. وبنوازن كده بين الانالجيزيا طول الوقت ان احنا نكمل البروسيدور بتاعنا بسلام، بحيث ان الليبر تعدي بسلام، حتى لو في بين بسيط بيبقى مخصه بسيطه كده زي مخصه البيريد، ما بيحصلش منها مشكله ولا بتبقي متضايقه منها وبتقدري تستحمليها بسيط جدا، لكن ما بنقفلش تماما تماما بنسبه 100%، لا بنسبه 90% 95% بنعمل بلوك للبين، وفي نفس الوقت ما بنأخرش الدليفري. تمام؟ ده مهم نعمل اكسبلانيشن للبروسيدور. وهنكمل بقيه الاكسبلانيشن ده، انا لو قعدت اتكلمت في السلايد دي انا ممكن اخد ساعه ونص لوحدي. ماشي، مهم ان انا اعمل تشيك للاكويبمنت بتاعي، تشيك للابيدورال اكويبمنت بتاعي اللي انا هستخدمها، اعمل فلاش للكاستر انها بيتنت، تعمل الامرجنسي ريسسيتيشن ميديكيشن لازم احضرها. هنقول دلوقتي هنتكلم ان ديتيلز عن الحاجات دي دلوقتي. مهم جدا ان انا اندر كومبليت اسيبتيك تكنيك، استخدم استرايل تكنيك، استرايل ماسك، هات، جاون، استرايل جلافز شود بي وورك. ومهم اهم من كل ده بقى ان انا اعمل امضي الكونسنت من البيشنت، اخد ساين ريتن كونسنت. تعالوا نشوف واحده واحده كل ده هنعمله ازاي. ان انا اعمل اوبتين ل signed informed written consent. Woman want information and to be brought into the consent process even if they are distressed and incapable of retaining information. Roughly third, تلت المعلومات، one third من ال information اللي انت هتديها لها will be returned accurately. لازم، مهم جدا عشان اساين الكونسنت لازم كل حاجه تبقى documented بالديت والتايم بتاع الاسسمنت. ليه مهم جدا التايم بتاع الاسسمنت؟ لان انا بكل بساطه ممكن يعملوا لي انستيزيا كونسلتيشن عشان بينلس ليبر، واجي اركبها او اتاخر على البيشنت شويه وهي تبقى مثلا 6 سنتي 7 سنتي سيرفيكال دايلاتيشن، واجي عبال ما انا اتاخر يكون اللي بقت فولي، واجي اركبها خلاص تبقى الليبر خلاص في الاكتيف فيس وبدات بروجريس والاقيها ديليفر، يبقى انا عرضت البيشنت للريسك او هازارد بتاع الابيدورال وما اديتهاش اي بنفيت. فمهم جدا الدوكيومنتيشن بتاع الديت والتايم. وقبل ما اركبها لازم تبقى وزن 15 مينت عامله سيرفايكال دايلاتيشن، دكتوره النساء عامله لها سيرفايكال اكزامينيشن يا ربي، وكاتبه لي السيرفايكال دايلاتيشن بتاعها كام. تمام؟ ذا ديسيجن ذا ديسكشن شود ايديلي بي ويتنس، يبقى معايا نيرس عامله ويتنس للدسكشن دي ان انا فهمت البيشنت كونس البيشنت كل حاجه، يا اما باي يا الويتنس ده يا اما الميد وايف يا اما البارتنر البيرسينج بارتنر الزوج يبقى موجود معايا وقت الكونسلنج ده. النوت لازم تمضي عليها الاتندنج ميد وايف، يعني مهم جدا ان انا امضي عليها والاتندنج ميد وايف از ويتنس تمضي عليها. لما اجي اعمل كونسل للبيشنت في الابيديورال واتكلم معاها ايه الكومبليكيشن والريسك والبوتنشال هازر اللي ممكن نعملها والبينيفيت، لازم توك بتوين الكونتراكشن، ما اتكلمش والبيشنت فيها اكتف ليبر مش هتسمعني. لو الكونتراكشن فاست وفيورس والبيشنت يوزنج انتينوكس كونتينوس ممكن انفولف البيرس بارتنر الزوج يبقى هو اللي انفولفد معايا، والاكسبلانيشن لازم تبقى شورت وسمبل. مهم جدا ان انا اما اجي انسر على الكويشن بتاع البيشنت ابقى فول فرانك وابقى اونست، ما اديهاش فولس انفورميشن، وكل ده ريكوردد ان نوت وسايند باي مي وباي الميد وايف الاتندنج ميد وايف.
وميك شور التريند ميد وايف از افيلبل تو بروفايد وان تو وان كير. كل ده مهم جدا في الكونسنت. طب ايه المعلومات اللي انا المفروض اديها لها، او اللي انا ابقى اونست معاها واقولها لها، اقول لها البينفيت والريسك والبوتنشال هازارد اللي ممكن تحصل بروسيجر، واعمل لها ري اشورنس هاو تو افويد الريسك ده. تمام، مهم جدا ان انا اقول لها البوزيشن اللي احنا هنبقى فيه، ومهم جدا جدا اهم واهم ان انا وقت ما اعمل البوزيشننج لازم هقول لها كل حاجه قبل ما ابداها. لازم اقول للبيشنت وانفورم البيشنت انها تو ستاند ستيل وقت الانسرشن بتاع الابديورال كاستر او الابديورال نيدل او وقت اللوكال اناسيزيا، لان ممكن وانا بدي اللوكال اناسيزيا ابص الاقي فزت ظهرها بوظت لي الدنيا، او وقت اما باجي ادي الابديورال او الكاستر انسرشن الاقيها حركت ظهرها وبوظت لي الدنيا وعملت ديورال تاب بسبب الاكسسيف مومنت. مهم جدا وقت البوزيشننج اقول لها ازاي البوزيشننج، وهنتكلم على البوزيشننج دلوقتي. مهم ان انا اقول لها ان احنا ما نتحركش، ولو انا وقت الانسيرشن جه يوتراين كونتراكشن مهم جدا ان انا اقول لها ما تتحركش، ما تفردش ظهرها وما تحركش البوزيشننج اللي احنا عاملينه تو بي ستاند ستيل. لو جه كونتراكشن قولي لي ابطل لغايه اما الكونتراكشن تروح والبين يروح ونبدا نعمل انسيرشن تاني. مهم جدا الحاجات دي. بصوا، اهم من التكنيك نفسه اللي بيساعد على ان التكنيك يبقى زياده السكسس ريت بتاع التكنيك، الكونسلنج بتاع البيشنت والاكسبكتيشن بتاع البيشنت، وانها تبقى عارفه ايه اللي هيحصل وان احنا قايلين عليه وتبقى اكسبكت اللي ممكن يحصل. ده بيسهل عليك جدا في البروسيدور نفسه. مهم جدا اقول لها ان احنا هندي لوكال انستيك انفلتريشن قبل ما نبدا النيدل، فمش هتحس باي بين وقت الانسرشن، واهم حاجه ما نتحركش وقت دخول الابره في ظهرها. زي ما قلنا they need to keep as still as possible. مهم جدا ان انا اعرف البيشنت ان في ريسك اوف سيفير هيدك فولو اكسيدنتال ديورال بانكتشر 1 ل 100، بنسبه 1 لكل 100، وممكن نحتاج بوست ديورال، يحصل بوست ديورال بانكتشر هيدك ونحتاج بلاد تيست. تمام، اقول لها ان ممكن يحصل يبقى البلوك ان اديكوات او انكمليت انالجيزيا، وان احنا ممكن نحتاج نركبها تاني، وده قليل جدا وبيحصل لو احنا ما اتحركناش وامورنا تبقى طيبه باذن الله. وممكن انكريز الريسك اوف انسترومنتال ديليفري وذ ابيدورال انالجيزيا، وان انا محتاج انترميتنت مونيتورنج للبلاد بريشر وكونتينوس سي تي جي. ممكن يحصل، عرفها كمان ان ممكن يحصل نوزيا فوميتنج واتشنج مع الاوبيويد اللي بتحقنها، وان ممكن يحصل تندرنس وبروزز زي ما قلنا ات انسيرشن سايت فور 24 تو 48 اور، ونو انكريز ان الريسك اوف لونج تيرم باك بين او باك اي، وان ممكن يحصل ريسك اوف نيورولوجيكال كومبليكيشن 1 ل 10,000، والريسك اوف ابيديورال ريليتد انفكشن، وده فيري رير. البارتيورنت اندر ايج اوف 18 من 16 و17 years old women are considered to be adult with regard making decision regarding medical intervention. ومهم ان نعرف ان الwoman deemed competent to give consent is free to change her decision at any time. مش عشان مضت الكونسنت خلاص يبقى هتركب غصب عنها، لا، لو قالت ستوب في اي وقت خلاص ستوب في اي وقت، هي free to change her decision at any time. ده بالنسبة للكونسنت. طب بريباريشن للإكويبمنت، مهم أحضر معايا إيه؟ أحضر الإمرجنسي ريسسيتيشن إكويبمنت، مهم جدا الديفيكالت إير واي والإمرجنسي ريسسيتيشن دراجز. Most center have a fully equipped mobile trolley, epidural trolley, which can be moved between the delivery room as required. وبدام هدي local anesthesia، احنا قلنا mandatory keep the nearest bag of intralib، بعرف مكانها على الأقل، عشان لو لا قدر الله دخلت في لوكال انستيك توكسيستي. طب ايه الاكويبمنت اللي انا بعمل لها بريباريشن؟ لازم استيرايل سيرفيس بشتغل عليه، كومبلي اندر كومبليت اسيبتيك تكنيك زي ما قلنا، الماسك الهات الجلافز الجاون، كل ده استيرايل. واستيرايل سيرفيس بفتح الابيديورال سيت، في ابيديورال سيت تبقى جاهزه فيها كل الحاجات بتاعها، بحضر استيرايل درابس على الاقل فيها ويندو، على الاقل واحده تبقى فيها ويندو، استيرايل دريسنج، لوكال ديسانفكتنت، لوكال سكين ديسانفكتنت، والاستيرايل درابس والاستيرايل دريسنج،
different size او range different range size من النيدل والسيرنج واللوس اوف ريزيستنس سيرنج. ده عشان ادي بيه اللوكال انستيزيا، واعمل واحده هدي بيها اللوكال انستيزيا. ومهم جدا ان انا اجيب 25 جيج نيدل اللي هي بتبقى الزرقاء الطويله دي عشان ادي بيها اللوكال انستيزيا في السكين، واللوس اوف ريزيستنس سيرنج وسيرنج عشان التست دوز. التوهي نيدل احضر نيدل 16 ل 18 جيج، احضر كمان الابيديورال كاستر فيها كونكتور وانتروديوسر والابيديورال فلتر، واحضر الميديكيشن بتاعتي. تمام، احضر الميديكيشن ايه اللي هي 1% ليدوكين عشان السكين، اخد 3 ل 5 مللي عشان السكين والسبكيوتينيوس وديب تيشو، واحضر نورمال سلاين والتست دوز. التست دوز عباره عن 1.5% ليدوكين ويز ابينفرين 1 تو 200,000. دي بتبقى امبول كده جاهز زي ده كده، بيبقى ده التست دوز موجود فيه الليدوكين مع مع الابينفرين. تمام، مهم جدا كمان احضر معايا ايه بقى الميديكيشن الاوبيويد اللي انا هحقنها، الفنتانيل 100 مايك، امبول 100 مايك فنتانيل. احضر معايا الافيدرين او الابينفرين، الافيدرين 30 مللي جرام في 1 ام ال، بحلهم في 10 سم، احطهم في 10 سم نورمال سلاين، يبقى كده كل ام ال ب 3 مللي جرام بر ام ال. مهم جدا ان انا احضر ده جنبي ستاند باي. تمام، يبقى دي كده الاكويبمنت اللي انا احضر. ابدا بقى الانسرشن بتاعتي عشان ادي الابيديورال. اول حاجه مهم البوزيشننج جدا. طب البوزيشننج اهم حاجه ايه؟ يا اما سيتنج بوزيشن يا اما لاترال بوزيشن. الايديال السيتنج بوزيشن، الايديال سيتنج بوزيشن. بص بص، سيتنج ولاترال بوزيشن ار اكسبتد، بس انا اللي بفضله السيتنج بوزيشن. كل حاجه لها مشاكلها ولها البنفيت بتاعها. الايديال سيتنج بوزيشن بيبقى عباره عن ايه؟ زي البيكتشر كده، زي ما في الصوره كده، الني above الهيب والفيت فلات اند هيل كلوز تو بيد، الشولدر لازم تو بي ريلاكسد وداون، البيلو كلوز تو ذا ابدومن، والباك جنتلي كرولد اوت وورد. ومهم ان دقنها تبقى لازقه في صدرها كده، يعني اقول لها حس ان انت ضاغطه بدقنك على صدرك، ان احنا ضاغطين على بطننا، ونقوز ظهرنا شويه بحيث ان احنا نفتح السبيس بين الفقرتين. الايديال لاترال بوزيشن head on pillow والتشين brought forward، الباك parallel and close to each other of, to edge لل edge of bed، والليج brought up as far as possible and together. السيتنج طبعا easier to identify the midline but may have a slight higher incidence of dural puncture and bloody tail. وزي ما قلنا مهم جدا في البوزيشننج ان انا اقول للبيشنت to be stand still وقت الانسيرشن، احنا هنحس بميه ساقعه على ظهرنا او حاجه ساقعه، ده تعقيم لظهرنا، حاجه ساقعه على ظهرنا، ما نتحركش البوزيشن خالص، وان احنا لما نيجي ندي اللوكال انستيزيا زي شكه بسيطه نستحملها، ندي اللوكال انستيزيا بتاعنا، ما نتحركش البوزيشن، ولو اتحركت لازم نعمل لها ريبوزيشن عشان نسهل الانسيرشن بتاعنا. طب انا عملت بوزيشن، ادخل في انهو سبيس، انهو انتر سبيس افضل ان انا ادخل فيه؟ اللمبر 4، لمبر 4 to 5 انتر سبيس is advocated by some to reduce the risk of accidental spinal cord damage or an accidental dural puncture appear. بس ده مش ده الاحسن ولا ده الايديال انتر سبيس ان احنا ندخل فيه. الايديال انتر سبيس ان احنا ندخل فيه الميد لمبر انتر سبيس is ideal لمبر 2 و3 او بين لمبر 3 و4. اللمبر 4 و5 even if palpable this space is frequently difficult to use and may lead to more failure. فالايديال ان انا ادخل بين لمبر 2 و3، الانتر سبيس بين لمبر 2 و3 او الانتر سبيس بين لمبر 3 و4. طب اعرفه ازاي او احسه ازاي؟ بجيب الاول اهم حاجه احس الميد لاين، ثوراسيك فيرتبري ميد لاين ابورد، ده بيسهل لي ان انا احس الميد لاين، ان انا ديتكت الميد لاين في اللمبر سبيس. وبعد كده اجيب التوفلير لاين اللي هو ابر بوينت في الاليا كريست، الانتيرو سوبيريور اليا سباين، الناحيه دي والناحيه دي، او الاوبر بوينت في اليا كريست. ده اللاين ده بيبقى بين الانتر سبيس بين لمبر 4 ولمبر 5.
وابدا احس السبيس بتاعي واعمل بوزيشننج للبيشنت وابدا اعمل الانسرشن بتاع النيدل. طب هعمل الانسرشن بتاع النيدل ميد لاين ولا بارا ميديان؟ لازم مهم ان انا اعرف الاناتومي بتاع البوست تكنيك، الاناتومي بتاع الميد لاين ايه، انا داخله في لير ايه في الميد لاين او البارا ميديان. في الميد لاين انا بدخل في السكين الاول، بعد كده السبكتينيوس تيشو، بعد كده السوبرا سباينس ليجامنت والانتر سباينس ليجامنت والليجامنتم فلاف، وبعد كده الديورا. لو دخلت اكتر من كده والابيديورال سبيس، لو دخلت بقى اكتر من كده هعمل بيرسنج للديورا وادخل انترا سيكري واجيب سي اس. فده اهم حاجه ابقى فاهمه اللير اللي انا بعمله. بيحصل لوس اوف ريزيستنس وقت ما اعمل بيرسنج للليجامنتم فلاف، يبقى انا كده في الابيديورال سبيس. انما الباراميديان يا دوبك هعمل بيرسنج للسكين والسبكيتينيوس تيشو، وبعد كده الليجامنتم فلافم وابقى في الابيديورال سبيس. ده الباراميديان. طب انه احسن، ميد لاين ولا الباراميديان؟ الميد لاين ابروتش اناتوميكال مور ستريت فورورد، بيزود الريسك، بيبقى فيه زياده في الريسك ان انا يحصل فولس لوس اوف ريزيستنس، لان الانتر سباينس ليجامنت بيبقى فيه سمول ديفيسيت، فممكن وانا داخله في الانتر سباينس ليجامنت واجي اعمل لوس اوف ريزيستنس الاقي فيه لوس اوف ريزيستنس، فممكن تكون فولس وانا لسه ما عملتش بيرسنج للليجامنتم فلاف. وبيبقى فيه انكريز الريسك اوف اكسيدنتال ديورال بانكتشر، لان بيبقى الليجامنتم فلافم فيه ميد لاين ديفيسيت، maybe ان يبقى موجود فيه ميد لاين ديفيسيت فيحصل اكسيدنتال ديورال بانكتشر. ده بالنسبه للميد لاين. البارا ميديان از سكسسفول تكنيك اونلي اف ذا انستيزيا انستيست هاز سترونج 3 دي ايمج اوف ذا اناتومي اوف ذا فيرتبرال كولوم. البوني لاند مارك از استابليش وادفوكيتد فيل ذير از ادفوكيت او انا كانستيزيا فيل ذير از ريديوسد شانس اوف فولس loss of resistance with dural puncture. يبقى انا عندي في الباراميديال اللي تشانس ان انا اعمل في فولس loss of resistance او dural puncture اقل من الميد لاين، بس ممكن يبقى more painful لان الفيرتبرال لامنا is identified. كلنا او معظمنا بنستخدم الموست يوزد تكنيك، الميد لاين تكنيك از ذا موست فريكوينتلي براكتس تكنيك. فمهم جدا الفاميلياريتي بتاع الانستيزيولوجيست والاندرستاند الاناتومي عشان تبقى عارف انت داخل في ايه وهتجيب لوس اوف ريزيستنس امتى وزن كام سنتي. طب احنا حضرنا البيشنت وعملنا كونسلنج واي في لاين وكل الحدوته بتاعنا وركبنا كل حاجه وركبنا المونيتورنج بتاعنا وبوزيشننج وعقمنا وقررنا هنستخدم ايه الاكويبمنت بتاعنا هنستخدم ميد لاين ولا بارا ميديان. طب اعمل لوس اوف ريزيستنس بالاير ولا بالسلاين؟ كل حاجه برضو لها البينفيت والريسك بتاعها. Both techniques are acceptable with the skill of the operator being the most important factor. يعني أنا واحدة من الناس بصراحة بحب أعمل loss of resistance بالإير وبقولها واضحة وصريحة، ما دام ما فيش منها كونترا إنديكيشن وهستخدم السيفتي ميجر بتاعها خلاص يبقى إيه. ليه؟ لأن ال loss of resistance والسلاين ال incidence of dural puncture is thought to be lower and less risk of patch block. انا لما باجي اعمل لوس اوف ريزيستنس بالاير، دخول الاير في الابيديورال سبيس ده ممكن يخلي لي الريسك بتاع الباتش بلوك اعلى، تمام. بس لو انا هدخل بالاير ليس ذان 1 ام ال اوف اير ان الابيديورال سبيس هقلل الريسك باتش بلوك، تمام. لو انا اللي مشكلتي في السلاين ان انا ما باجي اعمل لوس اوف ريزيستنس في السلاين، اي في الاير قصدي الاول، لو انا عملت لوس اوف ريزيستنس في الاير ميزته ان انا ايرلي ريكوجنيشن اوف ديورال تاب، ان انا عملت ويت تاب او جبت سي اس اف. ليه؟ اي فلويد كامينج اوت اوف النيدل او الكاستر يبقى ده سي اس اف خلاص فمعروف. انما انا لو عملت لوس اوف ريزيستنس بالسلاين اما باجي احط النيدل بلاقي فيه شويه سلاين راجعين في النيدل، شويه بسيط قوي، بس هم شويه بسيط مش نقطه حتى، حاجه بسيطه وبتستوب، تمام. انما لو في ويت تاب لا كونتينوس، هلاقي سي اس اف كونتينوس دريبلنج للسي اس اف، تمام. يبقى انا مهم جدا اما اجي اعمل لوس اوف ريزيستنس بالاير
ان انا استخدم اقل من 1 ملي عشان ما يدخلش اكتر من 1 ml اير في الابيديورال سبيس، لو استخدم اللوس اوف ريزيستنس بالاير انتروديوس او ادفانس النيدل كيرفولي 1 ام ال باي 1 ام ال ات ا تايم، ما اقعدش اعمل، لان اما بحقن سلاين قبل اما يحصل لوس اوف ريزيستنس واحقن سلاين، ده بيقلل لي الديورال بانكتشر، ريسك في ديورال بانكتشر، انما الاير لا ما بيقللش الريسك اوف ديورال بانكتشر. فلازم عشان اعمل لوس اوف ريزيستنس بالاير ادخل 1 ام ال باي 1 ام ال سلولي كل مره واعمل لي تشيك لوس اوف ريزيستنس، ما فيش ادخل ملي لوس اوف ريزيستنس، لسه ما فيش ادخل 1 ملي لغايه اما الاقي لوس اوف ريزيستنس خلاص ما ادخلش ولا ملي بقى زياده، يبقى انا كده في الابيديورال سبيس. اللوس اوف ريزيستنس بالسلاين مهم جدا، ان انا لازم اعمل كونتينوس بريشر على البلانجر بتاع السيرنج وانا داخله اعمل لوس اوف ريزيستنس، مهم كده. يبقى كده خلاص عرفنا اير ولا سلاين على حسب السكيلز بتاع الاناسيتس. طب نفتح بقى الابيديورال ست، والابيديورال ست دي بتتكون من ايه واركبها ببعض ازاي والبروسيدور نفسه بقى ابدا. اول حاجه الابيديورال ست دي، في ابيديورال ست زي ما اللي شفناه في الصوره الاولانيه، وفي بتاع البي براون اللي هي بتبقى فيها توي نيدل 16 او 18 جيج، الابيديورال كاسيتر وفيها انتروديوسر وفيها كونكتور وفي لوس اوف ريزيستنس سيرنج والبكتيريال فلتر بتاع الابيديورال. تعالوا بقى نشوف كل واحده، لان ده اهم حاجه عشان اعرف اركب الابديورال واثبت القسطره عند فين، عند كام ملي وكم ملي من السكين وكم ملي يدخل في الابديورال سبيس، والنيدل دي اعرف ازاي ان انا هثبتها عند كام. اللي جاي بقى ده اهم شيء، واحقن قد ايه واحقن امتى والكونسنتريشن اكونه ازاي، هو ده اللي جاي بقى. فنركز كده مع بعض واحده. اول حاجه الابيديورال نيدل، الابيديورال نيدل دي عباره عن نيدل وشافت لها تب، دي الاول التب وشافت والسنتيمتر 1 سنتيمتر مارك، وفي وينجز وفي هاب وفي ستايلت بول، تمام. الشافت 1 سنتيمتر ماركين، ادي اول سنتي تاني ثالث سنتي 4 سنتي 5 سنتي 6 سنتي 7 سنتي 8 سنتي، يبقى كده النيدل بتاعنا دي 8 سنتيمتر. مهم جدا ان انا اعرف ده ليه، لما اجي هدخل الابره واحصل لوس اوف ريزيستنس عايز اعرف حصل لوس اوف ريزيستنس عند كام سنتي، تمام. اللوس اوف ريزيستنس عند كام سنتي دي عشان اعرف هثبت الابيديورال كاستر اعملها انترودكشن عند كام سنتي واسيبها عند السكين المارك بتاعها عند كام سنتي. مهم جدا ليه، انا هنيجي يعني مش هنسبق الاحداث ونقولها دلوقتي، نجيب نمسك الاول الكاستر. الابيديورال كاستر فيها ماركينج، اول مارك عند التب، تاني مارك بعد 5 سنتي باول مارك، مهمه جدا التب دي. ليه المارك اللي عند التب دي مهمه جدا لوقت الريموفال بتاع الابيديورال كاستر، لازم دي تطلع معايا، لو ما طلعتش معايا وانا شدتها واتقطعت يبقى انا كده خلاص، يبقى انا مش في جزء منها مقطوع جوه، لا قدر الله ربنا يحمينا كلنا يعني. رغم انها انرت وما بتتفاعلش مع الجسم بس برضو ممكن يحصل منها مشاكل لو اتقطعت جوه الباقي. فمهم جدا التب دي ان انا وانا بشيلها الاقي الماركينج في التب دي، يعني التب طلعت معايا يبقى خلاص كلها طلعت، تمام. تاني مارك قلنا عند 5 سم، تالت مارك في 2 مارك كده عند 10 سم، تمام. يبقى انا كده بين هنا وهنا كده كل واحده 1 سم، يبقى ده 6 سم 7 سم 8 سم 9 سم، 2 مارك عند 10 سم، وفي مارك ده كده 11، وفي مارك عريضه كده عند 12 سم، مهمه برضو جدا عشان ما اعملش انترودكشن للكاستر مور ذان 12 سم في الباقي، تمام. وفي 3 مارك عند 15 سم، وفي 4 مارك موجودين عند 20 سم، بس انا معلش ما جاتش في الصوره معايا عذرا، بس دول اهم حاجه بتبقى قدامي. زي ما قلنا ايه اللي انا المارك دي بعرف انا سايبه اكتر من 12 سم جوه السكين ولا لا، والتب وانا شايلاها بتطلع، واول مارك عند 5 سم عشان ابقى شايفه انا انتروديوس كام سنتي جوه الابيديورال سبيس.
وتاني 2 مارك عند 10 سم و3 مارك عند 15 و4 مارك عند 20 سم. طب انا ليه مهمه برضو المارك دي؟ هي ليه متقسمه مارك كده؟ عشان لو انا حطيتها في مكان معين وثبتها عند علامه معينه وحصلت تشينج في الدبس بتاع الكاستر، معناها ان في حصل ميجريشن للكاستر، يا اما ان او اوت اوف ابيديورال سبيس. تمام، تعالوا طب نعرف نثبتها عند كام ودنيتنا تمشي ازاي. الايديال ان انا اسيب من 3.5 ل 5 سنتيمتر اوف كاستر ان الابيديورال سبيس، زياده عن كده هيزود لي الريسك اوف يونيلاترال بلوك، او اقل من كده الكاستر بول اوت في بيديورال سبيس مش هتبقى فانكشن، مش في مكانها الصح. طب برضو ما فهمتش انتروديوس الكاستر لحد كام سنتي واخلي السكين مارك عند كام سنتي عشان تبقى ايديال ابيديورال بلوك ويبقى افكتيف. احنا شايفين هنا احنا عملنا كده انترودكشن انتروديوس للبيديورال نيدل، واتبقى من المارك هنا كام؟ ادي سنتي وادي 2 سنتي وادي 3 سنتي. تمام، يبقى انا داخل عندي لغايه اما جبت لوس اوف ريزيستنس كام سنتي في السكن لحد الابيديورال سبيس؟ يبقى انا كده احنا قلنا 8 سنتي، دي 8 سنتي، متبقي من هنا 1 2 3، يبقى لحد السكن، لحد ما وصلنا للسكن هنا داخل الابيديورال سبيس، التب هنا المفروض نقول التب هنا عند الابيديورال سبيس. تمام، فانا كده يبقى انا في 3 سم بره، يبقى في 5 سم جوه لحد الابيديورال سبيس، ادي يبقى المفروض ندخل 5 سم من الكاستر، والمفروض قلنا ان احنا ايديال ان احنا نسيب من 3.5 ل 5 سم الكاستر جوه الابيديورال سبيس. احنا قلنا القسطره اول مارك فيها عند ايه؟ عند 5 سم، يبقى احنا كده هنسيب ده كله جوه الابيديورال سبيس، يبقى المساحه دي كلها جوه الابيديورال سبيس، و5 سم تانيه من الابيديورال سبيس لحد السكن، يبقى انا المفروض اثبت هنا القسطره بتاعتي. ليه؟ لان ده كده، لان ده كده المارك دي بدا عند السكين هنا، يبقى انا سايبه كده الايديال ان انا اسيب من 3 ل 5 سم جوه الابيديورال سبيس. يبقى انا هتثبت السكين عند قلنا الاثنين مارك دي، يعني معناها كام سنتي؟ عند 10 سم. يبقى الايديال ان انا في الافريج سايز بوبيليشن او وومن ان انا اسيب القسطره من 10 ل 12، لو اوبيس شويه لا يبقى في السكين والسبكتينيوس يبقى من 11 ل 12 مثلا عند السكين، بس مش اكتر من كده عشان ما بقاش الريسك في يونيلاترال بلوك، ولا اقل من كده، اقل من 10 سم عشان ما بقاش، ممكن 9 سم لو سليم، بس مش اقل من كده عشان ما يبقاش اوت اوف ابيديورال سبيس. مهم، فهمنا كده كويس جدا ان انا اسيب كام سنتي واثبتها عند كام. تمام، زي هنا مثلا ادي القسطره جوه الابيديورال والابيديورال سبيس عند التب، يبقى اول علامه اهي باينه، يبقى ده كده 5 سم جوه الابيديورال سبيس. تعالوا نشوف في الصوره هنا، خلاص حصل لوس اوف ريزيستنت وعملنا فيكسيشن للكاستر، كده احنا مثبتينها عند كام؟ نقدر بقى نعد هنا العلامه الكبيره قلنا عند 12 سم. تمام، يبقى كده دي 10 سم 11 سم، يبقى دي 10 سم، يبقى احنا مثبتينها عند 10 سم، وحصل لوس اوف ريزيستنس زي ما قلنا في النيدل من بعد 5 سم، يبقى 5 سم و5 سم، يبقى انا 10 سم، يبقى انا كده ثبتها عند 10 سم سكين مارك. مهم جدا ان انا لما اجي اثبتها بتيب شفاف، التكيديرم شفاف، عشان اقدر اشوف لو حصل تشينج في البوزيشن بتاع الكاستر بولت اوت او اكسسيف انتروداكشن اوف انتروديوس للكاستر تبقى باينه قدامي. تمام كده. طب الستبس بقى بتاع الابيديورال انسيرشن، بعد ما عقمنا وركبنا الاي في لاين وعملنا هيستوري اكزامينشن وانفستيجيشن ومونيتورنج وكل حاجه والبوزيشن بتاع البيشنت وحددنا التكنيك، اول حاجه ندي اللوكال اناسيز. اللوكال اناسيز زي ما قلنا 1% ليدوكين من 3 ل 5 مللي. مهم جدا اللي بيخلي فيلير اللوكال اناسيزيا ان انا ادي ديب وما اديش في الديرمس، مهم جدا ان انا اعمل بولي في السكين وانا بدي اناسيزيا للسكين والديرمس. الديرمس مهمه جدا، اهم من الديب ستراكشر. ادي الديب ستراكشر لان انا بدي بوايد بور نيدل الجيج 16 او 18، بس الديرمس اهم. الفيلير بتاع الاناسيزيا للديرمس ده اللي بيخلي بين وقت الانسرشن بتاع الابيديورال. تمام،
بعد كده ابدا احط الابيديورال نيدل بتاعي. مهم جدا ان انا اثبت الابيديورال نيدل، ما اسيبهاش الا لما تبقى فيكسد في ويل انسرتد في السكين والسبكتينيوس والانتر سباينس تيشو، انتر سباينس ليجامنت، السوبرا سباينس ليجامنت يا رب. وده بيحصل بعد 3 سم، يعني او ادخل النيدل الاول بالكاستر اللي فيها، او يا رب الستايلت اللي فيها، ادخلها الاول 3 سم او تبقى ويل فيتد في السكين والسبكيتينيوس والسوبرا سباينس ليجامنت والانتر سباينس ليجامنت. ده بيحصل بعد 3 سم ويل فيتد، اقوم شايله التروكر اللي فيها او الستايلت اللي فيها، وابدا احط فلوس اوف ريزيستنس سيرنج واشوف انا هستخدم الاير ولا الصلاين زي ما احنا عايزين. لو هستخدم الاير ما استخدمش ازيد من 1 ل 2 مللي، اما ال في اير. الصلاين اهم حاجه كونتينوس بريشر على البلانجر وانا بدخل. لو هستخدم اير 1 ام ال باي ام ال انسرشن ات تايم، ملي بملي، وبحس وانا داخله ان انا فعلا داخله في تشو. واول لما يحصل لوس اوف ريزيستنس انا بحسها طول ما انا داخله ملي بملي، فيري سلولي، واحده واحده هحس اللوس اوف ريزيستنس وهتحسوها فعلا. حسيت اللوس اوف ريزيستنس اعمل ايه؟ ابدا اعد احط الانتروديوسر بتاع الكاستر وابدا اعمل انتروديوس الكاستر واحده، ادفانس للكاستر واحده سلولي. مهم جدا زي ما قلنا ان انا اعد كام سنتيمتر من النيد الباقي كده، 1 2 3 سنتيمتر. الابره قلنا بتاعتنا كانت 8 سم، يبقى 5 سم جوه لغايه ما جبت الابيديورال سبيس، وانا محتاجه 5 سم في الابيديورال سبيس للنيد، تبقى الكاستر تو بي انسرتد من ماكسيموم 5 سم في الابيديورال سبيس. يبقى انا كده اسيبها مارك عند السكين عند 10 سم، انا كده حاطط البلان قبل ما اشيل النيدل. وانا باجي انتروديوس الكاستر لازم تبقى داخله معايا سموث، ما تبقاش في ريزيستنس. لو في ريزيستنس يبقى في حاجه غلط، يبقى انا مش في الابيديورال سبيس، يبقى انا ده فولس لوس اوف ريزيستنس زي ما قلنا. لو دخلت سموث عمري، لو انا النيدل عايزه ادخلها اكتر وانا لقيتها فولس لوس اوف ريزيستنس، اوعى تدخل انتروديوس النيدل اوفر الكاستر. ليه؟ انت بتعمل شير للكاستر وبتقطعها، وممكن تبقى تتقطع وتفضل جوه. ف لو في فولس لوس اوف ريزيستنس او ريزيستنس وانا بانتروديوس الكاستر، اهم حاجه تعملها ايه؟ تطلعهم الاثنين از وان يونت، ما تسحبش الكاستر باك اوفر النيدل. تمام؟ اسحبهم الاثنين از وان يونت عشان ما يحصلش شير للكاستر. تمام؟ ركبت الانتروديوسر وبدات خلاص ثبت، المفروض بدخلها لغايه 16 مللي كده عشان ال 3 4 مللي اللي بره دول. وانا باجي اشيل النيدل، بشيل النيدل وانا بفكس الكاستر لجوه بحيث ان ما تطلعش مع النيدل، مع الكاستر يعني، بحيث النيدل وانا بطلعها ما تطلعش معايا الكاستر بره. اخلي بالي من الحته دي مهمه جدا. تمام؟ وبعد كده اركب الكونكتور. تمام؟ واثبت القسطره بتاعتي كويس جدا. مهم لما اجي اثبت القسطره اثبتها على النون دوميننت الشولدر بتاع النون دوميننت هاند، عشان البيشنت ما تفضلش الدوميننت هاند على طول بتتحرك بيها وبتعمل بيها اكتيفيتي، فاثبتها على الشولدر بتاع النون دوميننت هاند. ولازم التيب يا اما سيمي ترانسبيرنت يا اما ترانسبيرنت اللي هثبت بيه الكاستر، واعمل لها تثبيت كويس جدا عشان ما تتحركش مع الموفمنت بتاع البيشنت. وبعد كده اركب الكونكتور واركب الابيديورال فلتر، واتاكد ان الفلتر ما فيهوش اي اير بابل، وابدا الانسرشن بتاع الدراجز. طيب كده التكنيك بتاعي. الدراجز ايه بقى اللي بستخدمها؟ اول حاجه الميديكيشن اللي بستخدمها في الابيديورال كاستر، بحقنها في الابيديورال كاستر، التست دوز. مهم جدا التست دوز. التست دوز دي عشان ادي ميديكيشن وابقى فعلا بعمل بيه تيست للابيديورال. انا بعمل تيست اصلا لايه؟ بعمل تيست ان الابيديورال مش في السي اس اف، مش انتراسيكال ولا ان بلاد فيزل. تمام؟ فمهم جدا الجيفن تيست دوز شود بي سفيشنت انف تو بروديوس سيجنيفيكانت بات نوت دينجرسلي هاي بلوك within 5 مينيت اف ذا كاستر از انكسبكتدلي ان سي اس اف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما احقن دوز تيست دوز او دراج يعمل لي sufficient
بلوك، بس البلوك ده ما يبقاش سيجنيفيكانت ولا هاي بلوك يعرض البيشنت للريسك. يعني اول لما احقنه هيديني باراستيزيا في الليج او ديفيكالتي في الموفمنت بتاع الليج، اعرف ان انا كده في السي اس اف، او انكسبكتد تاكي كارديا يبقى اعرف ان انا في البلد حقنت في السيركيوليشن. تمام، ودي بعرفها ان انا بلاقي بلاد تيب نازل من الكاستر او في بلاد في الكاستر وانا بعمل اسبيريشن قبل ما ابدا الانجكشن بتاعي. استاديز اتعملت لقت ان تيستينج فور انتروفينوس بليسمنت اوف كاستر يوزنج 1 تو 200,000 ادرينالين هاز بوث فولس بوزيتيف اند فولس نيجاتيف ريت. ف اللي انا بحقنه انا كسلوى بحقنه اللي الادرينالين مع اللي انا قلت عليه 1.5 ليدوكين ومعاه 1 تو 200,000 ادرينالين بحقن 3 مللي. احنا قلنا ال 1.5% ليدوكين يعني معناها كل واحد ام ال في 15 مللي. اللي احنا بنعمله في مصر واللي موجود عندنا وافيلابل لدوكين 2%، بحقن 3 مللي لدوكين 2% يعني 45 مللي جرام لدوكين انترا في الكاستر. حصل نمبنس في الليج وزن 5 مينت يبقى انا كده انترا سيك، او ويكنس في الليج او الكلام ده يبقى انترا سيك. بس ماني انستيست بتستخدم ايه؟ 8 ام ال اوف 0.1% بروفوكين ويز ديليوتد اوبيويد 2 مايك بر ام ال فنتانيل ات ذا تيست دوز. تمام، واستنى 5 دقائق. النتيجة التست دوز ايه؟ لو حصل نمبنس يبقى انا انتراسيكال، لو ما حصلش حاجه خالص بعد 5 دقائق يبقى انا ان ابيديورال سبيس، لو حصل سيفير تاكي كارديا يبقى انا في الانترافينوس. تمام، طب بعد 5 دقائق وما حصلش نمبنس ودنيتنا كويسه وما حصلش تاكي كارديا ابدا اللودنج دوز، يبقى انا اديت التست دوز الاول بعد كده ابدا اللودنج دوز. اللودنج دوز was further diluted local anesthetic to establish analgesia. ادي 12 ام ال 0.1% بروبوفوكين ويز 2 مايك بر ام ال فنتانين. هنعرف دلوقتي، ما تقلقوش هنعرف دلوقتي نحضر الكونسنتريشنز دي كلها ازاي. لو انا بعد من 5 دقائق واديت اللودنج التست دوز ومفيش حاجه واستنيت 5 دقائق وبعد كده اديت اللودنج دوز واستنيت شويه وما لقيتش اي في ديتكتابل بلوك او اي باراسيزيا او اي نمبنس في الليج، يبقى انا كده معناها rise suspicious of mal position cast. تمام، remember every dose is a test dose، ولازم بعد التست اللودنج وبعد اللودنج دوز measure the blood pressure every 5 minutes for at least 20 minutes after each bolus dose. تمام، يبقى انا اديت التست دوز وبعد كده اللودنج. ممكن اللودنج ده كونتينوس انفيوجن بمشيها، هنعرف دلوقتي ازاي بعد اللودنج دوز امشي بقى الابيدورال انالجيزيا. ممكن اقعد ساعتين ثلاثه امشي ازاي. ان انا لو انا عايزه اعمل دنس بلوك، لو انا عايزه اعمل بلوك للموتور ازود الكونسنتريشن بتاع اللوكال انستيزيا، لو انا عايزه اعمل مور افكتيف انالجيزيا واعمل دنس انالجيزيا مش دنس بلوك ادي لارج فوليوم لو كونسنتريشن ومعاه اوبيويد. دي قاعده مهمه جدا كده، ان انا لو عايزه ازود الدنس بتاع البلوك واقلب سي اس ادي كونسنتريتد لوكال انستيك، لو انا عايزه اعمل افكتيف انالجيزيا ادي لارج فوليوم لو كونسنتريشن. تمام، طب انا دلوقتي اديت البول التست دوز واديت اللودنج، هنمشي بقى الابيديورال انالجيزيا كان بي مينتينت ازاي؟ باي وان اوف ذيس ميثود، يا اما امشيها كونتينوس انفيوجن اوف لوكال انستيزيا على انفيوجن بامب سيرنج بامب مثلا او انفيوجن بامب سيرنج بامب 50 ام ال، بحضر الكونسنتريشن ده 0.5 ماركين و2 مايك بر ام ال فنتانيل وامشيها من 2 من 5 ل 12 ام ال بر اوت. تمام، يا اما انترميتنت توب اب of local anesthesia rarely super added by patient control epidural analgesia، يا إما من الأول patient control epidural analgesia وفي regimens كتيرة منها برضو من 5 ل 10 ml bolus 0.1% بروفوكين و 2 مايك بر ام ال فنتانيل و15 ل 20 minute look out period أو per gram intermittent epidural bolus. طب احضر الكونسنتريشن ازاي؟ ده اهم حاجه عندي، احضر الكونسنتريشن بتاع اللوكال انستيزيا ازاي؟
زي ما قلنا في الفيديو بتاع how to give to prepare any different concentration of local anesthesia، نرجع للريجونال بلاي ليست بتاع الريجونال ونشوف، او اللوكال انستيزيا ونشوف، موجود الفيديو هناك. انا عايز اعمل ماركين 0.1% ومعاه 2 مايك بر ام الفن تاني. نعمله ازاي؟ المعادله الشهيره بتاعنا الريكوايرد فوليوم اللي انا عايزه من الانستيزيا اللي موجوده عندي ايكوال ايه؟ ديزايرد كونسنتريشن في الديزايرد فوليوم على ديفايد باي الافيلبل كونسنتريشن. يبقى انا عندي عايزه اوصل ال desired concentration اللي انا عايزها كام؟ 0.1%. ال desired volume اللي انا عايزه كام؟ عايزه احطها في سيرنج 50 مللي 50 ml سيرنج عشان امشيها في سيرنج بامب، تمام. ال available concentration اللي انا هستخدمها من local anesthetic كام؟ ال 0.5% بروفوكين. يبقى انا عايز فوليوم قد ايه من ال 0.5% عشان يديني احولهم ل 0.1% ماركين؟ نضرب ال 0.1 في ال 50 ml ديفايد 0.5 التركيز اللي هو الافيلبل كونسنتريشن هيدينا 10 مللي. يبقى انا اخد 10 مللي من الماركين 0.5% واحط عليهم امبول فنتانيل 2 ام ال اللي هو 100 مايك، اكملهم يبقى كده 10 و2 يبقى 12 مللي، اكملهم 38 مللي عشان احنا قلنا الديزايرد فوليوم اللي عايزين نوصله له 50 مللي. يبقى انا عندي 10 و2 12 مللي من 50 يبقى فاضل 38 مللي سلاين، نكملهم في السيرنج اللي هي ال 50 ام ال سيرنج، نكملهم نورمال سلاين. يبقى انا عندي كده 50 ام ال ماركين 0.1%. اديهم ازاي؟ ادي بولس الاول 10 مللي منه من الكونسنتريشن ده، يبقى انا جبت 10 مللي ماركين 0.5، حطيت عليهم امبول فنتانيل 100 مايك اللي هو 2 ام ال، وكملتهم ل 50 مللي نورمال سلاين، حطيت عليهم 38 مللي نورمال سلاين. بقى عندي سيرنج فيها 50 مللي ماركين 0.1% و 2 مايك بر ام ال فنتانيل. ليه؟ انا المايك امبول الفنتانيل 100 مايك، احنا قلنا هنستخدم امبول 100 مايك، ال 100 مايك كملناهم ل 100 ل 50، يبقى 100 على 50 بتساوي 2 ايكوال 2. يبقى انا الكونسنتريشن اللي موجود ده كل ام ال من ده من ال 50 مللي دول فيهم 2 مايك فنتانيل، وانا عايز يدي قد ايه؟ 1 من 10 او 0.1 بوفوكين بلس 2 مايك بر ام ال فنتانيل، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه الدوز اللي هنديها؟ يبقى انا ادي 10 مللي من دول بولس، وبعد كده امشي انفيوجن من 5 ل 12 ام ال بر اور انفيوجن. فانا احنا غالبا بنمشيها من 8 ل 10، 10 ام ال بر اور، 8 ام ال بر اور على حسب البين ثريشولد بتاع البيشنت وبتستحمل ولا لا من النوع بتاع. وممكن اعلي الكونسنتريشن ل 0.125%. اعملها ازاي؟ احنا عايزين الديزايرد كونسنتريشن كام؟ توم اللي هي 0.125% في الديزايرد فوليوم 50 على الافيلابل كونسنتريشن 5 من 10 هتطلع 12.5 مللي ماركين. يبقى اخد 12.5 مللي ماركين 5%، احط عليهم امبول فنتانيل 100 مايك واكملهم ل 50 مللي نورمال سلاين، ودي برضو بولس. يبقى انا كده عندي مش 0.1% 0.125%. عايزه بقى اي كونسنتريشن في الدنيا اعمله بالطريقه دي، ومشيهم من 5 ل 12 مللي بر اور 0.1 بر 1% بوبوفوكين و 2 مايك بر ام ال فنتانيل. طب اعرف ازاي ان الافكتيف تيست الليفل بتاع الانالجيزيا؟ واهم حاجه بقى، اهم حاجه السمايل دي، ان انا ادخل على البيشنت الاقيها سمايل، بيشنت ساتسفاكشن مهمه جدا، تلاقي البيشنت كومفورت قاعده ان ايز، مش ات ايز، مش اريتابل وان بين وتنس، لا. والسمايل دي اهم حاجه، ان البيشنت تبقى ريلاكسد وسمايلي ده، او قاعده ات ايز، يبقى كده افكتيف انا ابيديورال انالجيزيا. طب اديت البروسيدور بتاعي وخلصنا كل حاجه الحمد لله وامورنا كلها ممتازه فوق الممتاز، اعمل ايه؟ مهم جدا الدوكيومنتيشن برضو اللي جاي، مهم مش اقل اهميه من اللي فات، لا مهم جدا. خلاص انا قربت الحمد لله اخلص.
الدوكيومنتيشن مهمه جدا، اكتب النيم والجريد بتاع الانستيزيا والديت والتايم بتاع البروسيدجر زي ما اتفقنا. اعمل الفيربال ريكويست فور ابيديورال اورال انديكيشن فور ثيرابيوتيك ابيديورال ويز ايفيدنت اوف فيربال كونسنت. اكتب الريسك والسايد افكت الانسيدنس كوتد بتاع اللي هي مثلا يحصل ريسك او كومبليكيشن بوست ديورال بانكتشر هيدك 1%. لازم الريسك اللي ممكن السايد افكت والريسك احنا بنخليها يعني ممكن في سيبريت بيبر كده، بيتكتب الكومبليكيشن ويتكتب انها في الكونسنت انها في سيبريت بيبر ويمضي عليها البيشنت او البيشنت بتمضي عليها وانت بتمضي عليها كانستيزيا دكتور والميد وايف كويتنس معاك، والمركبه اي في لاين مكانه فين، والجيج بتاع الكانيولا كام، مركبه كانيولا 18 جيج ولا كام ومكانها فين، البوزيشن بتاع البيشنت سيتنج ولا لاترال بوزيشن، انها كان فول اسيبتيك تكنيك ستيرايل جلافز جاون هات ماسك دراب، الليفل بتاع الانتر سبيس اللي دخلنا فيه والابروتش ميد لاين ولا بارا ميديان. شفتوا اللي احنا شرحناه كله مهم ازاي؟ عشان كل ده هيتكتب دوكيومنتيشن. ليه؟ لان لو فيلد ترايل حته الانتر فيرتبرال سبيس اللي انت دخلت فيه والابروتش بتاعت ميد لاين ولا بارا ميديال، لو فيلد ترايل وحد دخل وراك او سلمتها لحد ولقاها فيلد او بيشنت اتحركت وحصل الابيديورال طلعت من الابيديورال سبيس واحتاج ري انسرشن تاني ودخل في ليفل تاني وعمل كومبليكيشن، انت دوكيمنت الليفل اللي انت داخل فيه والابروتش اللي انت داخل فيه والميد وايف ماضي عليه كدوكيومنتيشن معاك. مهم جدا الجيج بتاع النيدل، التو نيدل اللي احنا استخدمناها، الجيج والفوليوم والبيرسنت بتاع اللوكال انستيك انفلتريشن واللوس اوف ريزيستنت تكنيك كان باير ولا بسلاين، والبريزنس اور ابسنس اوف باراسيزيا بعد التست دوز نيجاتيف، اكتب ان التست دوز نيجاتيف، نو نمبنس، نو ليج ستيل موفمنت موفينج، نو تاكي كارديا افتر التست دوز، والدبس بتاع الابيديورال سبيس يعني انا كام سنتي من الكاستر ليفت ان ابيديورال سبيس، مثلا 5 سنتي ليفت ان ابيديورال سبيس، كان في بريزنس اور ابسنس اوف سي اس اف والبلاد، ومهم جدا اللينس بتاع الكاستر زي ما قلنا ليفت ان ابيديورال سبيس، والسكين مارك ات الكاستر، الكاستر سكين مارك ات السكين المارك اوف الكاستر ات سكين مثلا عند 10 سم تمام، والانيشال بولس دوز كانت ايه والسبسيكوينت دوزز والريجيمن بتاعها ان احنا هنمشيها انفيوجن ات ريت ايه تمام، لازم اسجل البين سكور والهايت بتاع البلوك والديفيس، الفايتال ساين مهمه جدا وانها مونيتور كل قد ايه، ولو في اي كومبليكيشن حصلت ات تايم اوف انسرشن اور افتر. ان اديشن there should be written evidence of full anesthetic assessment including the airway assessment والانسبكشن بتاع السباين، ده مهم جدا برضه. جيت ركبتها وخلصنا والحمد لله وخلصت والدليفري عدت بسلام وامان، قالوا لك بقى تعالى شيل الابيديورال كاستر. امتى اعمل ريموفال اوف ابيديورال كاستر؟ الابيديورال كاستر كان بي ريموف as soon as possible after delivery of baby and placenta unless مهم جدا the following apply او following her. ايه بقى اللي يمنعني اشيلها على طول في ساعتها؟ ان يحصل بليتلت او coagulation dysfunction. مهم جدا زي ما قلنا في حالات البري اكلامسيا او السيفير بري اكلامسيا ان الترند بتاع الفولينج بتاع البليتلت بيبقى سريع جدا، ممكن وزن اور تتغير البليتلت، واحنا ممكن نقعد كام ساعه نولد ساعتين ثلاثه على حسب برايمي او مالتي. فمهم جدا لو هي سيفير بري اكلامسيا تشيك البليتلت كاونت والكواجليشن قبل الريموفال، لقيت في ديفكت البليتلت كاونت اقل من 75000 او اقل من 80000 وفي كواجليشن ديفكت، استنى اما الكواجليشن ريتيرن للنورمال والبليتلت كاونت ازيد من 80000 وابدا اعمل لها ريموف. زي ما قلنا حته البري اكلامسيا اسوشيتد ويز ديكريز بليتلت كاونت والكواجليشن ويت الريتيرن للنورمال فاليو زي اللي فوق. لو حصل اكسيدنتال ديورال بانكتشر وقت الانسرشن في الفيرست لاين مانجمنت وانا كملتها كونتينوس سباينال انالجيزي،
لو كملتها كونتينوس سباينال والكاستر دي بقت سباينال، بيتر ان انا ليف الكاستر ان سايتو فور 6 ل 8 اور بوست ديليفري، وليبل الكاستر فيري كيرفولي ان دي سباينال وممنوع اي انجكشن اكسبت بالانستيزيا دكتور، ودوكومنت الانسيدنت ده، ولازم اكتب البلان بتاع الريموفال افتر كذا ات كذا تو بي ريموفد باي انستيزيا ات الساعه كذا، تمام، اللي هي من 6 ل 8 ساعات بعد الدليفري، ما شيلهاش قبل كده. طب ليه بسيبها من 6 ل 8 ساعات؟ عشان تعمل يلحق يحصل فيبروزس حواليها فيقفل الديورال تير اللي حصل. لو انا محتاجه ما اشيلهاش، لو انا محتاجه اديشنال بروسيدور زي البرينيال تير وهيتخيط، لو ريتيرن للسيتر فور اكزامينيشن او اون جوينج بليدنج ما اشيلهاش، اسيبها كبوست كانالجيزي اوبرتيف بقى انالجيزي. If difficulty with post delivery pain management anticipated، لو انا حالات الاوبيويد ادكت او الكرونيك بين الثلاسيميا الحاجات دي كرونيك بين ريليتد بروبلم، discuss post operative analgesia plan with senior anesthetist ان احنا نسيبها، ولازم حد يبقى مونيتور معايا فيها. لو زي ما قلنا كل دوز هي بولس دوز هي تيست دوز، ولازم مونيتور البلاد بريشر كل 5 دقائق لمده ثلث ساعه بعد اي بوست دي. لو انا هيبرين، لو انا اديت هيبرين كبوست اوبرتيف ثرومبو بروفلاكسز او تريتمنت، لو البيشنت اخذت احتاجنا ان احنا ندي هيبرين كبوست اوبرتيف بوست بارتم ثرومبو امبوليك بروفلاكسز، وجم قالوا لي تعالى شيل الابيديورال كاستر، ما شيلهاش قبل 4 ساعات من الهيبرين لاست دوز بتاع الهيبرين سيفلي فور اور افتر ذا ابيديورال از ريموفد، تمام، يبقى السيف بعد الهيبرين بعد اللاست دوز من الهيبرين بعد 4 ساعات اقدر اشيلها. طب انا جيت اشيلها لقيت الابيديورال كاستر، خلاص خلصنا كده الحمد لله. لو انا جيت اشيلها لقيت الابيديورال كاستر doesn't come out easily، never 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 pull hard، اوعى تشدها جامد وتعافر معاها. As there are many reports of broken caster زي الصورة اللي تحت دي، ده بعد السيرجيكال ريموفال اوف بروكن كاستر في البك، فصعب جدا ان احنا نشدها. اعمل ايه؟ لو انا لقيتها جيت اعمل لها ريموفال لقيتها صعبه وفي ريزيستنس معايا، بليس ذا ماذر ان ذا اكزاكت بوزيشن شي واز ان ديورنج الانسيرشن. طب لو مش انا اللي ركبتها، يعني مش انا اللي عامل لها بوت ذا كاستر ان، اسال المذر نفسها، اسال البارتيور انت نفسها، انت كنت في البوزيشن بتاعك ازاي وانت راكبه، اعملي نفس البوزيشن اللي انت عملتيه وقت التركيب، سيتنج ولا لاترال، كنت نايمه ولا قاعده، ولو قاعده نفس اقعدي في نفس البوزيشن، هي هتقول It is then very unusual for the caster not to come out easily. وان شاء الله ان شاء الله كده تتشال بسلام وامان. تمام؟ وكده يبقى خلصنا الحمد لله الابيديورال انالجيزيا فور بينلس ليبر. اتمنى اكون فدتكم بمعلومات، المحاضره لذيذه جدا وانا حبيتها جدا واستفدت منها جدا برضو، ويا رب تبقى باستفاده لنا كلنا، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب، وتدل على الخير كفاعله، لايك سبسكرايب وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من زمايلنا وكلنا نستفيد، واللي يستفيد حاجه من الفيديو اتمنى يدعي لي ويدعي لاسرتي ويدعي لوالدي ووالدتي بجنات الفردوس الاعلى بدون حساب ولا سابقه عذاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.